مشاهدي زوم افريكا، معنا دلوقتي لقاء مهم جدا مع سياده وزير المناجم والغابات لدوله الكاميرون، وهو كمان مشارك في الكوب 27. عايزين نساله ايه رايه في الكوب ودور دوله الكاميرون. ويلكم تو اور بروجرام زوم افريكا. شكرا جزيلا واهلا بكم. So you are here for the COP 27. So what's the role for your country, a great Cameroon, to save the world together for the fighting for the climate change? Bien, je suis ici aujourd'hui à Sharm el Sheikh. حسنا، أنا في شرم الشيخ بوصفي رئيسا لمجلس وزراء الكوميفاك، والكوميفاك هي مؤسسة إقليمية لدول إفريقيا الوسطى، وهي اللجنة المعنية بغابات وسط إفريقيا وبتضم 11 دولة، هي تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى والجابون والكونغو والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية ورواندا وبوروندي وساوتومي، أي ما يقرب من 200 مليون نسمة، وبتغطي مساحة شاسعة من الغابات والمناطق المحمية، وبتخدم اللجنة ثلاث أهداف رئيسية، هي الحفاظ على البيئة والحفاظ على النظم البيئية للغابات والتنوع الحيوي. إذن أنا هنا أمثل الكوميفاك، واللي بتلعب دور مهم في مجابهة التغيرات المناخية بفضل ما تحظى به من غابات وأراضي خصبة، وكذلك يمكننا احتجاز الكربون كي يتمكن الكوكب من تنفس الهواء النقي. Okay, as you are a minister for the forest, okay, how we can encourage the investor to come and invest in Cameroon? يمكن للمستثمرين القدوم إلى الكاميرون أو إلى دول حوض نهر الكونغو لسببين هامين، إما لمساعدتنا في تنفيذ ومتابعة سياسات التشجير أو للاستثمار في التصنيع. لدينا مخزون هائل من الوقود، نود أن يتم توزيعه على قارتنا وألا يتم تصديره إلى الخارج كخام، إذ أن عند تصنيعه في نفس المكان يمكننا الحصول على قيمة مالية مضافة عظيمة. ومن هذا المنطلق ندعو المستثمرين للقدوم إلى وسط إفريقيا، إلى دول حوض نهر الكونغو، فنحن نرحب بهم ونفتح لهم الأزرع، ولدينا أدوات متعددة للسياسة الضريبية لمساعدتهم، كما أنه لدينا قانون محفزات الاستثمارات الخاصة الذي يعطي إعفاءات ومميزات لكل من يستثمرون لدينا. So now you are here in Sharm el Sheikh. If you want to deliver a message as you are Minister of Cameroon, what are you going to say to the world through CBC? Bien, le message que la COMIFAC. الرسالة التي ترسلها الكوميفاك والكاميرون عبر شخصي المتواضع إلى العالم من شرم الشيخ هي ما كررناه مراراً وبانتظام لمحاربة التغيرات المناخية، فهي الحلول المعتمدة على الطبيعة، تلك الحلول التي غالباً ما اعتمدت على الغابات وخاصة الغابات الاستوائية للأمازون ولجنوب شرق آسيا وحوض الكونغو. بالنسبة لنا حوض نهر الكونغو هو أهم الأحواض والأدوات الناجحة في محاربة التغيرات المناخية، ونود أن كل ما تبذله دول حوض نهر الكونغو من جهود في الإدارة المستدامة أن يتم دعمه ومؤازرته ومكافأته من قبل دول الشمال، إذ أننا نلحظ أن تمويل المناخ اليوم يذهب أكثر إلى دول الأمازون ودول جنوب شرق آسيا، بينما يتم تجاهل حوضنا وهو الذي يعد الرئة الأهم في محاربة التغيرات المناخية، هذه الرئة التي تسمح لكوكبنا بتنفس هواء نقي وتحارب التغيرات المناخية. تعالوا إذن لمساعدتنا، تعالوا لمؤازرتنا، تعالوا لدعمنا، تعالوا كافئوا ما يبذل من جهد للحفاظ على التنوع الحيوي وللحفاظ على النظم البيئية للغابات، تعالوا ادعمونا في حربنا لأنها مكلفة وهامة وتضمن بقاء كوكبنا. شكرا جزيلا. Thank you so much.
على الرحب والسعة. مشاهدينا فاصل، رجع لكم تاني.